بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم العالمي. طبعا زي ما اتفرجنا الاسبوع الماضي كان في ماتشات في الدوري، وشفنا طبعا الفار في مع الحكام، الجوان بتتعاد وجوان بتتلغى، و يعني الحكام كانت ما شاء الله كانت عامله شغل كويس. لجنه الحكام طبعا كل الشكر والتقدير ليها بصفه الفار، تقنيه الفار الجديده في الدوري المصري. طبعا معانا النهارده اخبار حصريه، اخبار خلال الاسبوع الماضي لمسابقه الدوري المصري. هنتكلم النهارده، نادي تركي يطلب مصطفى محمد والزمالك يرفض تماما. نادي تركي عرض على مصطفى محمد عرض والزمالك طبعا رفض تماما. الزمالك يحتفل اليوم بافتتاح المنشآت الجديده ومسجد محمد مشال. طبعا النهارده عارفين كان الزمالك عامل منشآت جديده، وعندهم طبعا النهارده افتتاح المنشآت. طبعا بنبارك لهم طبعا كل الشكر والتقدير لنادي الزمالك. الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للنادي المصري ببرج العرب. طبعا الاهلي عارفين ان في ماتش الجاي مع النادي المصري، فطبعا عملوا معسكر النهارده في برج العرب استعدادا للمباراه. طبعا المصري طلب امس ان تاجيل مباراه النادي الاهلي 24 ساعه، والاهلي طبعا رفض فكره التاجيل. طبعا ذهبوا للمعسكر اليوم ان شاء الله استعدادا لمباراه النادي المصري. الاسماعيلي يغلق صفحه طنطا ويبدا الاستعدادات لمواجهه الاتحاد السكندري. طبعا الاسماعيلي زي ما عارفين ان هو كان عامل ماتش كويس مع فريق طنطا. طبعا الاسماعيلي فرقه كويسه، طبعا طنطا عملت ماتش جامد معاهم. الماتش الجاي مع الاسماعيلي ان شاء الله مع فرقه الاتحاد السكندري ان شاء الله مبارك للفرقتين بامر الله. طبعا امبارح كنا في اجتماع في مؤتمر بدعوه اصدقائي الغاليين طبعا في محافظه بورسعيد مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، محافظ بورسعيد السيد اللواء عادل الغضبان، طبعا الدكتور استاذ عادل مصلحي، طبعا الاستاذ باسم عامر. طبعا كان تلبيت الدعوه بتاعته، طبعا حضرت المؤتمر. طبعا كان مؤتمر مثمر طبعا بالانشطه الرياضيه. الدكتور عادل عرض على السيد الوزير بانه يعمل دوره حوض البحر المتوسط طبعا في محافظه بورسعيد، طبعا بيبقى ترويج سياحي وترويج رياضي. طبعا سياده الوزير طبعا ادى كل اهتمامه للشباب الموجودين، وطبعا قال انا معاكم قلبا وقالبا وان شاء الله الدوره تتعمل في بورسعيد. طبعا اتكلمنا برضو على استاد بورسعيد، الوزير طلع وقال انا هرمم استاد بورسعيد، ترميم استاد بورسعيد مش هدي، ترميم استاد بورسعيد. طبعا الكلمه دي تحتمل دون خلط. تمام، طبعا ارحب ان شاء الله بضيفي طبعا معايا ضيف الكريم كابتن احمد النني، طبعا شهير طبعا في كره القدم، طبعا كان مدير فني نادي بتروجيت السابق ومدير فني براعم المصريه للاتصالات وحاليا مدير فني الماظه 2005. اهلا وسهلا كابتن احمد، شرفتني. اهلا وسهلا بحضرتك. معايا اللاعب عمرو اشرف، عمر اشرف طبعا لاعب 2005 كان في النادي الاهلي 7 مواسم، طبعا كان مع الكابتن النجم الكبير احمد سمير بيبو. طبعا كانوا عاملين ماتشات كويسه واخدين بطوله كذا مره طبعا، وهو نجم ما شاء الله متالق في كره القدم. اهلا وسهلا كابتن عمر. اهلا بحضرتك كابتن. طبعا الكابتن محمد الجبالي برضو، اللاعب محمد الجبالي 2005 برضو كان نفس الفريق، طبعا كان برضو عامل ماتشات معاهم كويسه طبعا، وبرضو هنتكلم معاه ونشوف برضو ايه خلال الماتشات بتاعته كان بيعملوا ايه وينفذوا ايه في الملعب. اهلا وسهلا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. طبعا اللي جاي لك تاني كابتن احمد، شرفتني طبعا في البرنامج. حبيبي اهلا وسهلا بيك. شرف ليا كابتن. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم يا كابتن احمد، انت قضيت فتره بتروجيت ازاي؟ كنت ماسك فريق كام؟ وانا والله في بتروجيت انا كنت ماسك فريق اللي هو مواليد 2005 برضو، كنا بنلعب بطولة السوبر. جميل. منطقة القاهرة. جميل. طبعا زي ما انت عارف حياتك كانت البطولة كانت اللي هي من 18 ل 18. جميل. يعني ربنا كرم. تساعد. تمام. كنا بنلعب على الفرقة شوط وفرقة شوط تاني. جميل. طبعا بفضل الله عملنا نتائج كويسة وحققنا نتائج كويسة. بعد كده ربنا كرم وانتقلت الاتصالات برضو بنفس السن 2005 برضو. جميل. والمصريه للاتصالات كنت طبعا مدير فني براعم المصريه للاتصالات. كنت مدير قطاع البراعم في نادي المصريه للاتصالات. تمام. وكنت برضو مدير فني ل 2005، كنت ماسك فريق 2005 برضو السنه قبل اللي فاتت، وبرضو حققنا نتائج كويسه برضو، كان معايا لعيبه مميزه جدا ودينا طبعا. كنت كابتن بتلعبه بالنسبه للبراعم في القاهره بتلعبوا مهرجانات. هو السنه اللي قبل اللي فاتت بتروجيت كنا بنلعب مهرجانات. جميل. السنه اللي قبلها، السنه اللي بعديها لعبنا اللي هو الناشئين. جميل. اللي هو ملعب 11 لعبنا ناشئين، كنت انا هنا ساعتها في الاتصالات. تمام.
بعد كده انتقلت بقى لألماظ 2005 برضو، ربنا كرم بالنجوم دول طبعا، تمام. وعملنا برضو موسم كويس برضو كابتن الحمد عمر لله. اشرف، طبعا كابتن عمر عايزين بقى نتكلم عن مشوارك مع النادي الاهلي، طبعا 7 مواسم كنت مع الكابتن الكبير الكابتن احمد سمير بيبو، كنت مقضي معاه موسم كويس. الحمد لله. عايزين بقى نتكلم فترة المعايشة اللي كانت مع النادي الاهلي الفترة دي كلها. لا الحمد لله، يعني وانا رحت النادي الاهلي وانا صغير، كنت في الاكاديميه، بعد كده خدوني من الاكاديميه على اول لما الفرقه اتكونت، طلعت معاهم مع الفرقه. جميل. الاول سنه كنت مع كابتن حسام عكاشه، بعدها جه كابتن احمد سمير بقى هو اللي مسكنا اخر 4 سنين. اخر 4 سنين. جميل. بس كنت فالحمد عارف انتوا لله. محققين بطولات. كان بطوله الصيد ودوري اللي هو 2016 جميل. بس، والسنين اللي بعديها بقى كانت مهرجانات. انت مركزك ايه بقى كده في الملعب؟ انا سيرد باك وديفندر. سيرد باك وديفندر. تمام. كابتن محمد الجبالي، طبعا برضو كنت مقضي انت معاهم فتره معيشه كويسه مع النادي الاهلي، كان عايزين برضو نتكلم عن انا الحمد لله بدأت في الاهلي سنة 2010 وقعدت 7 مواسم مع النادي الاهلي، وحققنا فيها بطولات كتير، وبطولة الصيد وبطولة الدوري 2016، لكن في اخر سنة بقى ما حصلش نصيب ومشيت. جميل. ومشيت ورحت على المازا مع ايوه، كابتن احمد. عملنا موسم جامد قوي مع كابتن احمد النني. تمام. مركزك ايه بقى في الملعب؟ مهاجم. بتلعب مهاجم، راس حربة صريح. من احرف اللعيبه في مصر يا كابتن، ان شاء الله كابتن لو احمد. حضرتك تمام هتعرض الاهداف بتاعته، من احرف اللعيبه في مصر تمام يعني. تمام ما جاب احنا جون، معانا فيديوهات هنعرضها ان شاء الله. جاب جون في الدوري شبيه لجون محمد صلاح اللي هو من في الزاويه مرمى طلائع الجيش. مرمى طلائع في مرمى الجيش. طلائع الجيش. تمام. وفي جونين في الاتصالات، حط الجونين في الاتصالات. تمام. في كابتن احمد القديم. طب كابتن احمد، عايزين نتكلم ايه بقى الصعوبات اللي واجهتك بالنسبه لاولياء الامور، بالنسبه للماتشات بتاعتك مع لجنه الحكام، لجنه المسابقات؟ والله بالنسبه يعني بدايه بالنسبه لاولياء الامور مفيش اي صعوبات معاهم طبعا، الناس انت بتبقى متفاهم معاهم، هم بيبقوا متفاهمين معاك، ان انت بتعرفه مستوى الولد والولد محتاج ايه طبعا، بتعرفه ان هو ما يستعجلنيش في مشاركه اللاعب، لان طبعا المشاركه دي بتبقى مخاطره للاعب، ان هو ممكن ما بقاش قد المهام اللي يقدر يؤديها في الملعب ال11. جميل. الملعب ال11 بتبقى المهام بتاعته بتبقى صعبه جدا. والملاعب، انا عايز اتكلم عن الملاعب. بالظبط. الملاعب يعني لحد ما بتبقى كويسه، يعني الملاعب دلوقتي بقت يعني انت بقت كويسه معظم عكس ملاعب الاول. كابتن صناعي. بقت كويسه، بيقدر الولد دي يعمل الباص مستريح، يقدر يستلم مستريح، عكس الملاعب زمان كانت الدنيا كانت بتبقى صعبه شويه عشان النجيل الطبيعي. بالظبط. فدي بالنسبه للنقطه بتاعت ولي الامر. بالنسبه للحكام ما فيش اي مشاكل خالص طبعا، الحكم بيبقى ده تقديره لينا، اوف سايد، ضربه جزاء، لغى جون، ده بيبقى قرار حكم، ما نقدرش طبعا نعرض. تمام. بس طبعا احنا كمديرين فنيين، مش انا بس، على مستوى العالم كله اكيد لازم يبقى في جميل. رياكشن منك. ده بيبقى في بينه وبين الحكم. بالظبط. لازم يبقى في رياكشن جميل. طبيعي، ان تمام. انت يا كابتن ان انت بتعترض مثلا يعني، فالراجل بيجي يهديك، بيبقى طبيعي يعني، مفيش اي مشاكل خالص ما بيننا وما بين الحكام يعني. حكام يعني كلهم في منطقه القاهره طبعا ناس محترمه جدا، على جميل. راسهم طبعا الكابتن بدران والكابتن عز شاهين، ناس يعني على المستوى الخاص انا بحبهم جدا يعني. وتعاملك ازاي بقى مع مديرين القطاع اللي انت قضيت معاهم فترات، سواء في مسلسل الاتصالات سواء في بتروجيت؟ هو بالنسبه لمدير القطاع في بتروجيت كان الكابتن شريف عزب، ده برده شخصيه محترمه جدا. جميل. كان هو مسؤول القطاع عندنا، الراجل كان بيدعمنا، مفيش اي مشاكل خالص من اتجاهه، الراجل كان بيدعمنا بصراحه وكان واقف جنبي، ده بالنسبه للدكتور شريف عزب. بعد كده رحت مصر اتصالات. لعبت بنوك 2006، انا جيت لعبت هنا الزمالك، لعبت بتروجيت، لعبت طلع أيوة. الجيش، لعبت انتاج حربي، ما شاء الله عندهم فرقه، لعبت الزمالك عندهم قطاع كامل، حاجات ما شاء الله، البراعم عندهم والناشئين كمان، في اهتمام جامد. بالظبط. عندنا في بورسعيد بداوا برضه يهتموا بالقاعده بتاعت الناشئين، برضه كنا احنا اتكلمنا قبل الحلقه مع بعض ان احنا في دوره هنعملها ان شاء الله للناشئين من 2005 2006 2007 شرف. طبعا عندنا بورسعيد ممكن على الاسبوع الجاي ان شاء الله نحدد لها ميعاد، ان شاء الله تشرفونا هناك وتقضوا معانا ان شاء الله يوم، يكون يوم جميل. شرف لينا طبعا. طبعا الكابتن محمد الجبالي، كان ماتش المصريه للاتصالات، كان الماتش بكام؟ كنا الخامس تقريبا. وانا ممكن اوضح بس نقطه بالنسبه ماتش المصريه للاتصالات، يعني ده بيبقى حب الولاد يعني، انا سوري بس يا جبالي، لان جبال الحته دي انا عايز اتكلم عنه فيها. تمام كده. بالنسبه لماتش مصريه اتصالات يعني انا مشيت من مصريه اتصالات بشكل مش كويس جدا، يعني كنت عملت لهم قطاع برام كبير، وخليت اسم الاتصالات بعد ما كان مردوم 10 سنين خليته لهم بقى فوق، ان انا ضفت لهم 360 لاعب. هو مدرب بيعلي بالظبط. ضفت لهم 360 لاعب في قطاع البرام، وساعتها دخلهم مبلغ كبير جدا.
جميل. مبلغ كبير جدا في مصرف الاتصالات، بس كان في بقى طبعا تغيير مجلس الاداره، كان هو احمد ماهر اللي هو عضو مجلس اداره. جميل. طبعا وكان مع احمد رضوان، احمد رضوان اللي هو كان راجل كان بيلعب في الاهلي ده. الراجل دوت انا بلعبه في ماتش طلع الجيش، الراجل نزلني من بعض المجموعات اللعيبه المسننه، عندي لعيبه اتصاب وانا في الاتصالات، عندي لعيبه اتصاب كان ممكن يجي له شرخ في الضلع في ظهره من ورا، تمام. الخبطه كان الالتحام كان قوي جدا، فانا اعترضت. هو كان المدير الفني لفريق طلع الجيش. جميل. فانا ليه اعترضت؟ واخد بالك؟ بناء عليه طبعا الراجل لما راح مسك الاتصالات هو كان شغال مدير مدرب عام في الاتصالات درجه اولى. طبعا الراجل طور الكلام وقال لك في التجديد للسنه الجديده قال لك انني ما بقاش موجود طبعا. انا بفضل الله بفضل الله طبعا يعني رغم سني انا مميز جدا في الشغل الحمد لله رب العالمين، وممكن اي حد يعني يتضايق مني في دي، لان انت لما بتشوف شغلك وبتبقى ناجح الناس كلها بتتضايق منك في الحته دي. طبعا المدرب بيطور من نفسه في بالظبط. شايف دكتور محمود سعد ما شاء الله عليك، كان في رمضان ايام فتره الكورونا كنا على طول بنحضر دورات اونلاين بالظبط. ايوه ايوه بالظبط، كنت معاه على زوم، كنا بنحضر دورات كابتن الدكتور راندي، دكتور ابراهيم، كانت على طول الدورات دي، دكتور مفتي، كانت الدورات دي على طول تطوير المدربين، يعني حتى الناس ما بيخلوش على حد بحاجه. ايوه انت حضرتك لو الفيديو اللي اتعرض بتاع محمد وائل الجبالي، محمد الجبالي اللي هو في الهدف الاتصالات الاولاني، احنا كان حصل معانا حاجه، احنا رايحين الدنيا تمام خالص في الاتصالات تقريبا، كان في كابتن اكاديميه في الاتصالات، كان في اكاديميه، كان في فرق الف وب، كنت انا عامل فرق الف وب. طب انت ايه رايك في مجموع الاكاديميه، ايه رايك في الاكاديميات كره القدم على مستوى الجمهوريه؟ لا طبعا حاجه مشرفه جدا لما تبقى حاجه بشكل لائق، بتبقى حاجه مشرفه جدا لما بتبقى بشكل لائق. بالظبط. انت شايفها كحته استثماريه ولا حته لم فلوس ولا بص من وجهه نظرك؟ بص والله يعني انا دايما بعترض على الناس اللي بتقول لك استثماريه ولم فلوس، يعني معظم الانديه الكبيره دلوقتي ما بقاش فيها فلوس. جميل. تمام. ولما يجي مثلا مدرب هي مثلا هيلاعب ولد وهيخليه يلعب بطوله او يعلمه الاحتكاك ازاي في البطولات، فاكيد المدرب ده ما بقاش معاه ماديات، او النادي الصغير ده ما معهوش ماديات ان هو يشترك في منطقه القاهره. في اكاديميات كويسه، يعني في اكاديميات انا زرتها وشفتها كانت في اكاديميات على مستوى طبعا في اكاديميات على مستوى طبعا. معانا تقرير عن اكاديميه نجوم المستقبل محافظه بورسعيد، نطلع تقريرنا ونرجع لكم تاني من جديد. كابتن محمد بنرحب بحضرتك وضيوفك الكرام في برنامج العالمي. احنا الان متواجدين في المدينه الرياضيه ببورسعيد في اكاديميه نجوم مستقبل بورسعيد، اللي ان شاء الله يطلعوا لنا نجوم تخدم الكره المصريه في مصر عامه وتخدم الكره العالميه ان شاء الله. تلعب في اكاديميه ايه؟ نجوم المستقبل. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ تلعب زي لاعب مين لما تكبر؟ محمد صلاح. محمد صلاح؟ تعرف عليه؟ محمد ياسر محمود. بتلعب في اكاديميه ايه؟ نجوم المستقبل. نفسك تبقى زي مين لما تكبر؟ كريستيانو. زي مين ما تكبر؟ محمد صلاح. شكرا. نتعرف عليك؟ على احمد علي. تلعب في اكاديميه ايه؟ نجوم المستقبل. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ كريستيانو رونالدو. تعرف عليك؟ احمد غندور. تلعب في اكاديميه ايه؟ نجوم المستقبل. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ محمد صلاح ان شاء الله. نتعرف عليك؟ معاذ مجدي. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ نفسي ابقى حد مدافع كبير مثلا زي سيرخيو راموس او فان دايك. شكرا ليك. تلعب ايه يا حمزه؟ تلعب في اكاديميه ايه؟ تلعب كوره؟ تبقى زي مين ما تكبر؟ محمد صلاح. محمد صلاح؟ شكرا ليك. تعرف عليك؟ ياسين احمد محمد علي. تلعب في اكاديميه ايه؟ كابتن محمد صلاح ونجوم المستقبل. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ زي عصام الحضري. نتعرف عليك؟ اسمي محمد فوزي. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ نفسي تبقى زي الشناوي. تعرف عليك اسمك؟ ادم محمد جمال. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ الشناوي. تعرف عليك؟ سميك محمد سامي عبد الفتاح. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ محمد الشناوي. شكرا. مساء الخير، شرفت ونورت. ممكن حضرتك تدينا نبذه كده على الاكاديميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاكاديميه كانت البدايه فكرتي انا والكابتن اسامه والكباتن الموجوده، حسيت ان القصه في الناشئين عباره عن ناس بتستهلك، مفيش مواهب ولا في حاجه بتطلع للانديه وبتتفرغ للانديه، فحاولت انا والمدربين ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل المواهب ديت للانديه من خلال الشغل في الاكاديميه والتعب والماتشات الوديه والتجريبيه وكده.
في مطوشه وديه بتلعبوها حضرتك مع انديه؟ على طول على طول الحمد لله رب العالمين. السنه اللي فاتت رحت لعبت نادي انبي، لعبت نادي الطيران، الحمد لله السنه دي برضو بعمل ماتشات. ان شاء الله قريب هنروح نلعب الزمالك، هنروح نلعب فرق كويسه باذن الله. بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل الاولاد لاكبر كميه في الاحتكاك، على اساس ان هو ان شاء الله لما يروح نادي يبقى هو وصل لمرحله كويسه في ان هو يبقى جدير بحمل اسم النادي ده. تتمنى لكم التوفيق يا كابتن. حبيبي ربنا يعزك، شرفت نورتك. اتعرف عليك. اسمي ابراهيم. ابراهيم ايه؟ ابراهيم احمد ابراهيم عزيز. انت بتلعب مركز ايه؟ تلعب جون؟ نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ لعيبه من اللي بيلعبوا، نفسك تبقى زي مين؟ حارس مرمى ولا لاعب؟ حارس مرمى. انت نفسك تبقى زي مين؟ حضري. حضري؟ شكرا يا حبيبي. احمد عسل. تعرف على حضرتك؟ احمد علي شهرتي لوكا. حضرتك جايب ابن حضرتك هنا بيلعب في الاكاديميه صح كده؟ اكيد ايوه. ايه راي حضرتك في الاكاديميه؟ الاكاديميه ممتازه وكويسه وبتطور من اداء الولد اللي بيجي، ومعانا كباتن محترمين ما شاء الله، واكيد يعني احنا بنسعى ان اولادنا يبقوا في مكانه تانية ان شاء الله من خلال الاكاديميه. نتمنى التوفيق لابن حضرتك. اكيد طبعا، ولكل الناس اللي موجوده كلهم اولادنا، وبنتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله. وعندنا عناصر ممتازه وان شاء الله هتسمعوا عنهم ان شاء الله عن قريب في انديه كبيره ان شاء الله من خلال الاكاديميه بتاعت الاكاديميه اللي احنا موجودين فيها، وان شاء الله اكيد هتسمعوا عن اسماء طالعه من الاكاديميه دي بمشيئه ربنا. منا توفيق. حبيبي حبيبي ربنا يبارك فيك. حضرتك شايف ايه راي في تجديد في الاكاديميه عن باقي الاكاديميات اللي انت شفتها؟ اولا انا ابني كان بيلعب في المريخ اساسي سنتين، وبعد كده الاسماعيلي ربنا كرمني وحصل تعاقد ما بين الاسماعيلي والمريخ، وبعد كده حاليا الجمارك، وفي نادي كبير دلوقتي بيتكلم مع ابني. كون ان انا اجيب ابني هنا في نجوم المستقبل عند الكابتن محمد صلاح تحديدا، ثق تماما ان الاكاديميه كبيره وعاليه وبتنمي مهارات. انا سهل قوي ان انا اعتمد على تمرين النادي واقول شكرا، بس انا شايف ان في تطوير في الاداء عن النادي. انا شايف ان النادي مش بيدي للاعب حقه، فعلشان كده الكابتن محمد صلاح اصلا كمان هو اللي مربي ابني، يعني هو اللي مربي لوكا الصغير. فانا شايف ان عالي مستواه بيتقدم وبيتطور من خلال الكابتن محمد صلاح، ومعاه مجموعه من المدربين متميزين. حتى بص كده، خد بالك كده من الاسم، نجوم المستقبل، مش عودنا عليكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. نرجع تاني برضه نتكلم مع النجم عمر اشرف طبعا من النادي الاهلي. عايزين نتكلم، انت كان طبعا بتتعامل ازاي مع الكابتن احمد سمير في الملعب؟ كنت بتتكلم ازاي مع زمايلك؟ لا هو طبعا كابتن احمد سمير كان بالنسبه لنا كلنا كلاعيبه كان صديق مش كمدرب، كان يعني كلنا كنا بنخرج مع بعض ساعات، فهو كان بالنسبه لنا صديق. بس هو طبعا يعني كان بيكلمنا بقى على الشغل الملعب، الطريقه، التكتيك، الحركه كده بس. تمام. والكابتن محمد الجبالي هو طبعا كان صديق لينا جدا، كان بيعلمنا التكتيك حلو قوي، كان بيخلينا ازاي نعرف نقف في الملعب، وهي دي من مميزاته. جميل. تمام. يعني كان كلامه معاكم انتوا بتتكلموا مع بعض اصدقاء مش مجرد مدرب؟ لا طبعا. كابتن احمد كان بالنسبه لنا اخونا الكبير. جميل جميل. كابتن احمد برضو عايزين برضو نتكلم، كابتن احمد سمير بيبو انت كان علاقتك بايه؟ احمد سمير بيبو شخصيه محترمه جدا، يعني انا يعني بالنسبه ليه احمد سمير بيبو اخ، بس طبعا في الكوره طبعا على الخطوط الدنيا بتختلف تماما، طبعا ده بيبقى وارد طبعا على مستوى العالم كله. هو شخصيه محترمه وشخصيه جميله جدا، انا بصراحه انا شخصيا بحبه يعني بصراحه. جميل. بس طبعا اكيد كان في بيني وبينه اختلافات طبعا بالنسبه للمباريات. هي جوه الملعب بيبقى فيه اختلافات بالظبط، شغل خطوط طبعا، هو راجل فني انا بشتغل شغل فني، ممكن نتنشن مع بعض. جميل. فبتبقى طيب. عادي ده وارد، بتبقى طيب. اعظم مدربين. جميل. طب عايزين نوجه الشكر لكابتن بقى محمد الجبالي، توجه الشكر لمين؟ لابويا وامي اللي هم ساعدوني جدا وعملوا معايا حاجات عظيمه قوي. توجه الشكر لمين يا كابتن محمد؟ كابتن عمر اشرف. طبعا برضو لوالدي ووالدتي وقفوا جنبي طبعا على طول دايما، فربنا يخليهم لي يعني. ربنا يخليهم لك. كابتن احمد توجه كلمه الشكر لمين في اخر حلقتك؟ هو يعني اوجه الشكر طبعا للانسان اللي ساعدني طبعا، يعني بمساعده كل اهلي، والدي ووالدتي طبعا، وعلى راسهم يعني هو خاله الكبير منتصر عبد السلام ده، شخصيه كبيره. جميل. ربنا يكرمك ان شاء الله في مشوارك بامر الله. حبيبي.
طبعا بوجه كل الشكر والتقدير طبعا في نهايه حلقتنا لاسره قناه الصحه والجمال على وقوفهم معانا، طبعا استاذ محمد الملكي، استاذ الشاهد، استاذ محمود الشاهد. طبعا انا معاكم ان شاء الله كل جمعه بامر الله، استاذ محمد الانور طبعا معايا كل جمعه ان شاء الله الساعه 12:30 ظهرا على الهواء مباشر. معانا برضو التواصل على البرنامج معايا في الاعلانات، معايا رقم ان شاء الله على الشاشه قدامكم. طبعا بشكر الاستاذ محمد نور، معرض محمد نور للسيارات، طبعا الراجل اللي واقف جنبنا وواقف معانا وداعم لينا، طبعا الدكتور احمد عاطف معمل التحاليل الطبيه. طبعا كل الشكر والتقدير ليكم طبعا مشاهدينا الاعزاء على مشاهدتكم لينا. طبعا اتوجه لحضراتكم بالشكر ان شاء الله، تابعونا في الحلقات القادمه برنامج العالمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.